وزارة الأوقاف تعلن الانتهاء من عملية تفويج الحجاج اليمنيين في وقت قياسي. محافظ حضرموت يترأس اجتماع للجنة الأمنية في المحافظة ويشيد بدعم التحالف العربي. تحذيرات من توقف 66 فريقا لنزع الألغام في اليمن بسبب نقص التمويل الدولي. حياكم الله مشاهدينا الكرام، طبتم وطابت بالخير أوقاتكم. نشرة إخبارية جديدة من الغد المشرق، أهلا بكم. أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي أن على الغرب أن يقبل بالواقع الجديد الذي تشكل على الأرض في اليمن. وطلب الزبيدي في مقابلة مع صحيفة الجارديان البريطانية بإعادة النظر في المحادثات المخطط لها حول مستقبل البلاد وتشكيلها وفقا للواقع الجديد الموجود على الأرض، ووضع قضية الجنوب في إطار خاص ومناقشتها بشكل منفصل في طليعة المحادثات. وطمن الزبيدي في سياق حديثها الدول الغربية بأن الممرات البحرية والموانئ وحقول النفط في الجنوب ستكون آمنة في إطار الدولة الجنوبية القادمة والالتزام بجميع قواعد الأمم المتحدة والقانون الدولي. أعلنت وزارة الأوقاف الانتهاء من عملية تفويج الحجاج اليمنيين عبر كافة المنافذ المحددة وفي وقت قياسي ضمن الخطة الموضوعة للعمل. التفاصيل في هذا التقرير. انتهت عملية تفويج الحجاج اليمنيين عبر كافة المنافذ البرية والجوية ضمن الخطة المعدة مسبقا والتي تم تنفيذها بالوقت المحدد. وزارة الأوقاف والإرشاد أعلنت اكتمال تفويج الحجاج اليمنيين والبالغ عددهم 24,255 حاجا، وقالت إن عملية التفويج تمت في وقت قياسي جدا من تاريخ 18 من ذي القعدة إلى 4 من ذي الحجة، وكان استكمال آخر فوج بري في تاريخ 29 من ذي القعدة. وزارة الأوقاف بيّنت أن عدد الحجاج الذين وصلوا برا عبر منفذ الوديعة بلغ عددهم 18,581، فيما وصل 5,674 حاجا جوا عبر مطار عدن الدولي ومطار سيئون الدولي ومطار الريان الدولي، كما تم تسيير 5 رحلات جوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتم ترتيب هذه الرحلات بين الخطوط الجوية اليمنية والمنشآت المعتمدة للحج التي تشرف عليها وزارة الأوقاف والإرشاد. وبشأن سير خطة عملية التفويج، قالت الوزارة إنها تمت بيسر وسهولة وفقا لخطة مجدولة من قطاع الحج والعمرة في الوزارة، وبتعاون كبير وتنسيق مشترك مع المملكة العربية السعودية، علما أن المرحلة الأولى لأعمال الحج تكللت بالنجاح منذ بداية الإعلان للموسم. أدى 1,100,000 مصل وحاج صلاة الجمعة في الحرمين الشريفين وسط منظومة متكاملة من الخدمات في أجواء ملائمة وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس إن هذا العدد هو الأكبر بعد جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفرت جميع إمكاناتها البشرية والآلية لتقديم كافة الخدمات وأفضلها وتهيئة الأجواء الملائمة ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة. ترأس محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية مبخوت بن ماضي اجتماعا في المكلة للجنة الأمنية بالمحافظة، وشهد المحافظ جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم حضرموت والإسهام في تنميتها، وأثنى على جهود السلطة المحلية في الساحل والوادي والجهات التنفيذية والمؤسسات العسكرية والأمنية في إدارة الشؤون الإدارية وحفظ الأمن والاستقرار.
أفاد المرصد اليمني للألغام بأن 12 مدنيا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح في حوادث انفجارات ألغام ومتفجرات من مخلفات الحرب في 6 محافظات يمنية منذ بداية شهر يونيو الجاري. وقال المرصد في سلسلة تغريدات على حسابه في منصة تويتر إنه رصد ووثق مقتل 6 مدنيين بينهم امرأة و3 أطفال وإصابة 6 مدنيين آخرين بينهم طفلان نتيجة انفجارات ألغام وأجسام حربية في محافظات الحديدة وتعز وصعدة والجوف والبيضاء والحديدة. حذر البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في اليمن من توقف 66 فريقا لنزع الألغام بسبب نقص التمويل المقدم من الدول المانحة في ظل تقنيات جديدة تستخدمها الميليشيات لزراعة الألغام وانتشارها بشكل أكبر وأسرع. في ظل الانتهاكات المستمرة المتعددة والمختلفة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي على الشعب اليمني من بينها زراعة الألغام بجميع أنواعها واختلاف أشكالها وزيادة كمياتها، يقابلها نقص في الدعم المقدم من الدول المانحة مما يزيد من أعداد ضحاياها. ونتيجة النقص الدولي لمشروع نزع الألغام، حذر مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في اليمن من توقف أعمال 66 فريقا تعمل في عدة محافظات لنزع الألغام. وتابع البرنامج تحذيره من التقنيات الجديدة التي تستخدمها الميليشيات الحوثية من العبوات الناسفة المبتكرة وزيادة مستوى التلوث وعدم إمكانية الوصول لبعض المناطق نتيجة الأحوال الأمنية، وهي من أبرز التحديات التي ذكرت بمؤتمر في جنيف بشأن المادة 5 من اتفاقية حظر الألغام، والتي دعا من خلالها مدير البرنامج إلى مراعاة الظروف التي تعاني منها اليمن آملا في مساعدتها للإيفاء بالتزاماتها لاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد. فلا تزال أنشطة عمليات المسح الأساسي المسح غير التقني مستمرة على الرغم من انخفاض الدعم المقدم لليمن في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام. يشار أنه تم اكتشاف عدد 79 منطقة مشتبهة الخطورة بعد إجراء 624 زيارة مسح غير تقني بمساحة 18,279,368 مترا مربعا، وعدد 160 منطقة مؤكدة الخطورة بمساحة 33,689,112 مترا مربعا، وبواقع 542,782 شخصا متأثرين، حيث تجري عمليات المسح في أبين وعدن والضالع والحديدة ولحج وتعز مع وجود اعتبارات للتوسع في المستقبل لعدة محافظات. يذكر أن مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام تمكن منذ بدء أعماله في اليمن عام 2018 وحتى الآن من انتزاع أكثر من 404,000 من الألغام والقذائف المتنوعة. اطمأن وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لم نسعى للحالة الصحية للبائع وازر عبدو الذي أقدم على إضرام النار في جسده أمام مبنى إدارة مديرية الشيخ عثمان الثلاثاء الماضي. وجه لملس الطاقم الطبي في المستشفى بإلائه كل الرعاية والاهتمام، كما كلف وكيل المحافظة صلاح العاقل بمتابعة وترتيب إجراءات سفره إلى الخارج بمعية 2 من أفراد أسرته لاستكمال العلاج على نفقة السلطة المحلية حالما تستقر حالته الصحية. يبذل القائمون على دار رعاية العجز والمسنين في العاصمة عدن جهودا حثيثة بهدف تحسين جودة رعاية كبار السن وتوفير احتياجاتهم اليومية وحفظ حقوقهم. المزيد في سياق التقرير التالي. الدكتور سعيد أحمد هادي الحاصل على الدكتوراه في مجال اقتصاديات الموانئ والمناطق الحرة في ألمانيا غابت عنه بارقة الأمل وتقطعت به السبل إلى دار رعاية العجز والمسنين في العاصمة عدن.
الدكتورة عملت تبرض من ألمانا بعد ما توحدت ألمانا في مجال اقتصادية الموانئ والمناطق الحرة. للأسف عندما رجعت يعني قالوا لي تخصصك مش محتاج له، فجلس موقفها كذا مش عارف إيش وضعي، لا رضوا يقعدونا ولا يقدروا يعينونا، فاستوت مشاكل أسرية وفقط على أساسها، ومشاكل من الناس الآخرين الذي أوصلونا هذا الوضع، فقدت البيت فقدت الأسرة، ولحد الآن مش عارف فين أسرتي ولا أولادي فين. فجلس متنقل هكذا بين اللوكندات، وجلس فترة في المساجد من مسجد إلى مسجد، لأنه مش قادر أعيش. أولا أنه عندي كانت نظري كانت تعبان جدا ومفاصلي وذولا، مش قادر أعيش على 49 في أيام ما كان الواحد الخبز 50 ريال والشاي 50، فما لك الآن كل شيء ارتفع. اللوكندا لحالة تحتاج 21 ألف، إلى درجة يقول لك يعني إذا تأخرت يوم يومين أو تأخر معاش يومين يحاول يعمل لك صاحب اللوكندا مشاكل، فرمانا في الشارع. بعد أن كان الشارع ملاذه الوحيد، تمكن من العيش في كنف الأمن والكرامة في دار يجمع مسنين ومسنات من كافة محافظات الجنوب، وسط أجواء مهيئة بجميع اللوازم التي يحتاجون إليها. فللأسف يعني ما لقيناش دعم ولا لقينا أمن ولا أمان ولا عدل في هذه البلاد، ولا يسمت المفروض ما يكونش في هذا المكان، المفروض الدولة تستفيد منه. قردونا أنا من كل شيء، من جوازاتي من شهاداتي من بطاقتي من كل شيء، حتى أولادي مش عارف أنا فين. تكالبت علي الأمور والعداوة من ناس معينين، ما فيش داعي هنا لسرد الأمور، لكن زي ما قلت أنا بدنا حنا القصة على هنا المجتمع، لقينا هنا الراحة والأمان أخي، أما في الخارج للأسف. لما جيت هنا بصراحة اندهشت، وقلت كل اللي كنت أنا أفكر فيه يعني 180 درجة انقلب، وقلت رعاية صحيحية حقيقية، وقلت علاج 3 مرات أو 4 مرات يعالجونا هنا، وقلت حتى علاج الأمراض اللي كانت عندي من سابق زي الضغط والحاجات دي تعالجت هنا في هذا المكان. الضغط الآن راح تماما مني، كنت أعاني كثير من الضغط. جهود ملموسة وخدمات متكاملة يقدمها دار رعاية العجزة والمسنين استطاعت أن تطبطب على قلوب امتلأت بقصص مؤلمة بسبب فراق أبنائهم ومرارة الاشتياق. فاتن اسكندر لقناة الغد المشرق، عدن. نتابع في هذه النشرة مشاهدينا بعد الفاصل. الإعلان عن بدء تأهيل الطريق الدولي بين حضرموت وسلطنة عمان. حياكم الله من جديد. بدأ العمل في عقبة عشعش الواقع على الخط الدولي الرابط بين محافظة حضرموت وسلطنة عمان بعد أن عانى سائقو الناقلات والمركبات من خطورتها لما خلفته من خسائر بشرية ومادية كبيرة. عقبة عشعش أو كما يسميها سائقو الناقلات عقبة الموت، عقبة تقع على الطريق الدولي بين حضرموت وسلطنة عمان، تضرر منها المارة وخلفت خسائر بشرية ومادية فادحة، حتى أن من يجتازها يسجد لله شكرا. أيوة كامل عشش خرب، كل يوم واحد انقلب قاطرة، كل يوم مشاكل. قبل أسبوع في انقلب سيارة هناك، قبل أمس هو مقتول خط عشان سلاهم، كامل خرب هذا عشش له. هذا واجد مشكلة عشاش حضرموت على طول مشكلة دي تطيب على طول سادة خربانة جي مني نفرات مشكلة في ألين يدقي نفرات مني انتظارين يمكن سابع يوم مني سيارة وقف. عشعش تعاني من الإهمال الكبير وسوء ووعورة طريقها،
سائقو الناقلات امتنعوا عن المرور فيها وأضربوا عن دفع رسوم ميزان العقبة نظير توقف صيانة وإصلاح عشعش بشكل كامل ودائم. يعني العقبة جدا خطيرة ونتمنى من المسؤولين عن الأمر يقوموا بهذا الشيء بأسرع وقت، لأنه هذا شيء جدا خطير يعني وأدى بحياة لكثير من الأرواح ودمار كبير يعني أدى. بالنسبة للعائلات، بالنسبة للشاحنات، يعني شوفت عينك ليكنا متضررين وفي سيارات جدا اتضررت بهذا الشيء، فنتمنى أنه من المسؤولين عن هذا الأمر أنهم يقوموا بإصلاح العقبة وبطريقة تدوم، يعني مو مجرد أنه هي شغل الشهر ولا شهرين، لأنه هاي العقبة في عليها أوزان، في عليها حمولة مستمرة بشكل يومي. السلطة المحلية تستجيب للنداء بشكل خجول وتبدأ أعمال الصيانة الجزئية بإمكانيات ضعيفة لا ترقى للطموحات المارة لحجم المبالغ المالية الكبيرة التي يصرفونها على ميزانها. سائقو المركبات يتأملون إعادة صيانة العقبة كاملة حتى يتسنى لهم المرور فيها بسلام. محمد بحفين، الغد المشرق، من عقبة عشعش، مديرية ثمود. والآن مشاهدينا الكرام متابعة لأهم الأخبار الرياضية. أعلن نادي سيلتا فيغو الإسباني توصله لاتفاق مع المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز لتدريب الفريق الأول في النادي، ويمتلك بينيتيز البالغ من العمر خبرة عريضة في بطولات الدوري الكبرى في أوروبا، درب فالنسيا وحقق معه لقب الدوري الإسباني وكأس الاتحاد الأوروبي، علما بأنه درب أيضا ليفربول الإنجليزي الذي قاده للقب دوري أبطال أوروبا عام وكأس السوبر الأوروبي، وحقق لقب بطولة الدوري الأوروبي مع تشيلسي. نهاية النشرة، مشاهدينا تذكير بأبرز العناوين. وزارة الأوقاف تعلن الانتهاء من عملية تفويج الحجاج اليمنيين في وقت قياسي. محافظ حضرموت يترأس اجتماع للجنة الأمنية في المحافظة ويشيد بدعم التحالف العربي. تحذيرات من توقف 66 فريقا لنزع الألغام في اليمن بسبب نقص التمويل الدولي.